أم سعود سألت سؤالا آخر. هناك أشياء تتمنى حصولها لكن وتدعو الله عز وجل أن تحصل هذه الأمور لكنها تأخرت، هل تأخر الأشياء التي يتمناها الإنسان يكون ذلك بسبب ذنب ارتكبه أو أن هناك أسباب أخرى؟ أقول تكملة لما ذكرناه في هذا السؤال، فإن كون الإنسان يصاب ببعض المصائب في الدنيا هذه طبيعة الدنيا، ولا يسلم أحد من أن يصاب فيها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. قال صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يصب منه. ولذلك فالذي نوصي إخواننا جميعا بأن يتحملوا ما يأتيهم من الأذى وأن يصبروا، وليعلموا أن عاقبة الصبر هي الظفر والفوز دنيا وآخرة، وأن من أسباب دخول الجنان هو الصبر. ولذلك عليهم أن يتحلوا بعبادة الصبر. ومن الأمور التي سألت عنها الدعاء على القرابة إذا كانوا يؤذون، فإذا دعت على القرابة ينبغي أن يكون دعاؤها من باب الشفقة على القرابة لئلا يزداد إثمهم، فتقول: اللهم قلل ذنوبهم، اللهم أبعدهم عن أذيتي وعن أذية الخلق، ونحو ذلك، بنية أن يسلمهم الله من الآثام. تنال بهذا الدعاء أجر صلة الرحم وأجر كف هؤلاء عن مظالم الخلق. وإذا قالت واكتفت بالله وقالت حسبي الله ونعم الوكيل، فإن هذا يعد من طلب ابتعاد أذى أولئك القرابة عنك، وبالتالي ليس هذا من الاعتداء ولا من تقليل رتبة الإنسان، ومن ثم لا يعول الإنسان على أن ما أصابه من المصائب بسبب ذلك، وإنما على الإنسان أن يتوكل على الله وأن يعلم أن طبيعة الدنيا أنه ما من إنسان إلا ويلحقه شيء من الأذى فيها. نعم. أم عبد الرحمن سألت مجموعة من الأسئلة، سؤالها الأول: إذا